بخصوص التغطية الصحية، موضوع ديال التغطية الصحية هو موضوع سهل وواضح جدا. هذا النظام ديال التغطية الصحية أولا في البناء دياله تعتمد على التضامن، التضامن بينش بين واحد المجموعة ديال الفئات المجتمعية. قلنا كانت واحد 11 مليون كانت عندها التغطية الصحية، الحكومة جابت واحد 11 مليون عبر المهن الجديدة، المهن لي بلومبيي، سائقي الطاكسيات، عبر داك 28 مرسوم اللي كنا في كل مرة هنا في الندوة الصحفية كنجيو نتكلموا عليهم، بما فيهم الصحفيين، بما فيهم الرياضيين، بما فيهم الفنانة، بما فيهم سائقي الطاكسيات، بما فيهم الفلاحة، بما فيهم الصناع التقليديين، كل هذه الفئات هذه 11 بقات واحد 11 او لا اقل شويه، هي الناس اللي عندهم الرماد. الناس اللي عندهم الرماد تتكلف بهم الدوله او الحكومه، تتكلف باداء، باش نفهموا مزيان العمليه كيف تتم. 11 الاولى هذو ناس الذين يؤدون على انفسهم بشكل مشترك، هما الناس اللي كيشتغلوا معهم. الناس اللي جاوا الان هاد المهن اللي تكلمت عليهم، المهن الحره اللي كنسميهم تينيس لي ترافايور نون سالاري، هادو تيأديو، ولكن تيأديو على واحد النمط ديال التضامن. شي واحد كيأدي شويه حسب الدخل ديالو، اللي عنده دخل شي شويه اكبر تيأدي شي شويه، وطبعا باش نحافظوا على هاد الاستدامه ديال هاد الحمايه الاجتماعيه. لي راميديست ما تيأديوش بالمطلق، تيأديوش تريال. هاد الناس اللي كان عندهم الرماد لا يؤدون اي شيء، تيستافدوا من المجانية في المستشفيات العمومية، وتيستافدوا بحالهم بحال نفس الأجراء، وبحالهم بحال نفس المهنيين من القطاعي الخاص، والحكومة تؤدي في مكانهم. وأنا عندي واحد المجموعة ديال المعطيات اللي يمكن نقدم حول تقدم ديال هاد الورش ديال الحماية الاجتماعية. هاد الورش ديال الحماية الاجتماعية كيف ما سبق لي وقلت غير ما مرة، في ظرف سنة تمكنت الحكومة من تحقيق هاد النتائج اللي الان غادي نقدم. اذا انتقل العدد الاجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 مليون فرد الى ازيد من 23.2 مليون فرد من المواطنين. ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الضمان الاجتماعي، حيث بلغت ملفات العلاج الخاصه بفئه العاملين غير الاجراء، هادو اللي التحقوا جداد، برسم سنه 2022 حوالي 642700 ملف، كلها تم يعني تقديمها. وتجاوزت عدد الملفات الخاصة بالعلاج أمو تضامن، الناس اللي كانوا في الراميد ولاو في أمو تضامن، برسم شهر دجنبر فقط 53400 ملف، إضافة إلى 582524 عملية استقبال من المستشفيات العمومية. وكاين المجانية في المستشفيات العمومية في نفس الوقت يستفيدون من هذا. ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير الحكمة، وهنا هاد الأمور كلها راه سبق وأنني تكلمت عليها. بعض الإشكالات اللي كتظهر حول واش الناس باقي كانوا في وضعية سليمة في الراميد ولا لا، هذه إشكالات اللي كتظهر، وعطينا معلومات حول لو سيت انترنيت اللي خصهم يمشيو ليه، أو الرقم ديال الهاتف اللي خصهم يتصلوا به باش يسويو الوضعيات ديالهم. لأنه الآن هذه العملية الآن اللي كتقدم بشكل تدرجي، الآن تنعرفوا كل واحد في المكان ديالو، شكون اللي في المهن، شكون اللي هذا، ولا كان شي إشكالات اللي مرتبطة هذا، ما عليه إلا أنه يمشي يشوف الوضعية ديالو في هاد لو سيت اللي قدمت أو هاد رقم الهاتف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.